أهلا بحضراتكم. جريمة بشعة شافتها وعاشتها قرية أولاد خمزة جنوب محافظة سوهاج، مذبحة عائلية بمعنى الكلمة، ارتكبها شاب مستخدما ساطور. ده نتج عنه وفاة والده والدته وشقيقته وأولادها، منهم طفل عمره 6 شهور. خليني برضه اقول لحضراتكم في هذا يعني في هذه التفاصيل ان المعلومات الاوليه اللي توفرت عن الشاب مرتكب الواقعه انه متزوج وعنده 3 بنات، لكن كمان بيعاني من حاله نفسيه سيئه ودائم الهذيان بكلمات غير مفهومه، وانه معروف لدى الجميع بمعاناته مع اضطرابات نفسيه مستمره، وهو دائم الخلاف مع زوجته، وانه برضه في مشاكل كتير معاها، وده بشهاده الاهالي. طيب ايه تفاصيل الواقعة والجريمة البشعة اللي بنتكلم عليها دي؟ هقول لحضراتكم برضو ان من ضمن تصريحات وكلام الاهالي ان المتهم دخل المنزل لوالده في منتصف الليل ومعاه ساطور في ايده وارتكب الواقعة، ولما انتهى طلع على البلكونة وقف فيها شوية وبعدها نزل الشارع وهو ماسك ساطور وبيشرب سيجارة وبيهزي بكلمات مش مفهومة، لحد طبعا ما جت الشرطة واخدته على الاسم دون ادنى نوع من المقاومة. طبعا كل ده حصل وسط حالة من الذهول والصدمة من الأهالي، وتفاصيل كتير هنتعرف عليها برضو في هذا السياق من زميلي الكاتب الصحفي ومراسلنا بسوهاج أستاذ محمود مقبول. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك يا فندم. إيه آخر المستجدات عندك في سياق هذه الواقعة؟ خلينا في البداية نقدم العزاء لأسرة أسر الضحايا أسرة الضحايا الخمسة اللي توفوا، لكن المستجدات هنا كان آخرها. الآن صدر قرار النيابة العامة بعد انتهاء الصفة التشريحية للجسامين الخمسة بدفن الجسامين. حاليا يتم أعمال نقل الجسامين من مشرحة مستشفى المنشأة المركزي إلى مثواهم الأخير بالمدافن. هناك عدد قليل جدا من المشيعين موجود هنا داخل مكان التغسيل المتوفين بالمشرحة. بعد كده نبدأ تاني أو نرجع تاني نأكد على الكلام اللي قلته حضرتك، أو نفكر سادة المتابعين متابعي اليوم السابع بالأحداث. الواقع حصلت طبعا منتصف ليل أمس. المتهم قام بالدخول إلى منزل والده ليلا حاملا داخل طيات ملابسه سلاح عبارة عن سطور. المنزل ضيق جدا، عبارة عن حوالي عرضه 2 متر في طول 12 متر، عبارة عن طابقين مبني بالطوب اللبن ومعرش بالأفلاق النخيل والخشب. بعد ذلك قام بالتعدي على والده ووالدته كبار السن. والده عنده 70 سنة، والدته عندها 55 سنة، وطبعا ما كانش في أدنى مقاومة نظرا لكبر سنهم. بعد كده قام بالتعدي على طفلين، طفل وطفلة، من بينهم طفل عنده 6 أشهر فقط رضيع. وفي النهاية كان التعدي على شقيقته، ودي اللي أصدرت صوت واستغاثة. الأهالي بالمنطقة خرجوا لاستطلاع الامر. طبعا المكان هناك عباره عن حاره ضيقه، البيوت متقاربه جدا من بعضها البعض. حبوا يستكشفوا الامر فوجدوا زي ما قلت وذكرت حضرتك ان المتهم موجود في البلكونه الخاصه بالمنزل. بعد كده نزل الشارع طبيعي جدا، ما فيش اي مشكله في السطور. الدم طبعا كان على متناثر على وشه على هدومه. وقف في الشارع اشعل سيارته عادي جدا، ولكن بدا يهزي بكلمات غير مفهومه. بدا اصيب بحاله من الرعشه وعدم التركيز. بعدها قوات الامن طبعا بعد ابلاغها اتحركت فورا لمكان الحادث، تم القاء القبض عليه. اقتادته الشرطه بدون اي مقاومه تماما، كان بيركب معاهم كان مفيش ولا اي حاجه حصلت. الأهالي هنا أكدوا أنه هو من فترة كبيرة بيعاني من اضطرابات نفسية وبيتم علاجه. نتجع على حسب كلام الأهالي يا أستاذ محمود، يعني نقدر نقول أنه يعني هو يعني هو كده، يعني هو زي ما بيقول الناس اللي هي عندها اللي احنا بنقول عليها في لغتنا الدارجة ناس بركة، يعني عنده إعاقة خفيفة ذهنية مؤثرة على جسمه على 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 تصرفاته، يعني إنسان غير طبيعي كامل، يعني مش سوي بالمرة، يعني عنده يعني مش عارف أوصف حضرتك، لكن هو من الناس اللي بيبقى عندهم إعاقة خفيفة أو حاجة بتأثر على مخه، بياخد على أثرها علاج من أماكن موجودة في مستشفيات خاصة أو عيادات خاصة. الأهالي أكدوا الكلام ده بالفعل، إن هو
غير متزن، مضطرب، دائم الخلاف. المفاجأة كمان إن كان في خلاف قبل الحادثة مع زوجته، سابت له البيت ومشيت. فيعني كان من المتوقع إن هو لو كانت مراته موجودة في مكان هو عمره قد ايه تقريبا يا استاذ محمود؟ هو 27 سنة، يعني هو في العقد، في منتصف، يعتبر في منتصف العقد الثلاثين من العقد الثالث من العمر، يعني عنده حوالي 27 إلى 28 سنة. يعني أنا يمكن حصلت على صورة ليه، يعني تحسه برضو إن هو هالك شعره زيرو خالص، وجهه يدل على انه يعني مش طبيعي، او للواحد مختلف عن الدنيا. حاليا هو وصل قسم الشرطه، مركز الشرطه، بيتم التحقيق معاه بعد تحرير المحضر اللازم. طبعا هيتعرض على النيابه. هنا زي ما قلت لحضرتك انتهى الطب الشرعي من الصفه التشريحيه لاربع جسامين، وانتقل الطب الشرعي الى مستشفى سوهاج الجامعي لمعاينه الجثه الخامسه والاخيره وهي شقيقته. الجثمان الاخير اللي هي شقيقته دي، كان في كلام لحد تقريبا ساعه او ساعتين من دلوقتي ان هي كانت على قيد الحياه ولكن كانت في حاله حرجه. هي حتى الساعة صباحا كانت على قيد الحياة، ما زالت بعد تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة لها داخل مستشفى الجامعة، لكن فارقت الحياة عقب بعد الساعة التاسعة. والآن الطب الشرعي في طريقه إلى جامعة سوهاج لمناظرة الجثة وكتابة التقرير اللازم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستصدار التصريح بالدفن. طبعا عايز اقول لحضرتك ان حاله من الذهول هنا في قريه اولاد حمزه، وتحديدا في حاره القفاصين او شارع القفاصين، انتابت الجميع. حتى هذه اللحظه الجميع غير مصدق لما حصل، ومفيش حد مستوعب ما تم من قصص. بدات الناس تروي قصص بقى وتتكلم، مش مستوعبين ان ازاي ده يحصل بالطريقه دي وباستخدام سطور ويضحي بكل هذه الافراد من اسرته. طبعا يعني حضرتك معانا في صوره في جانب الشاشه، ده مكان الحادث اللي وقع فيه قتل. ده المنزل الخاص بالاسره اللي بيعتقلوا والده ووالدته، وكانت معاه اخته واولادها داخل المنزل. طيب استاذ محمود، من ضمن ما قرانا في سياق هذه الحادثه وهذه الواقعه ان الاخت كانت عندها مشاكل مع زوجها وكانت قاعده عند والدها ووالدتها رحمهم الله، رد فعل زوجها ايه؟ هل ظهر؟ هل هي الغريب حتى الان ان حتى شقيقه المتهم الموجوده في البلد لم تظهر، زوج المتوفيه لم يظهر حتى الان، المتواجدين هنا في المشرحة داخل المشرحة بمستشفى المنشأة المركزي لا يزيد عددهم عن خمس أو ست أفراد بس، وهم القائمين على عملية التغسيل ونقل. يعني لسه حتى الآن لم تتضح، يعني احنا مستغربين ازاي جنازة زي دي بالحجم ده والضخامة دي وفيها عدد الموتى ده ومفيش حد حضور زي المعتاد يكون عدد كبير. وزوج الأخت اللي أنا بتكلم عليه ده عنده زوجته وعنده طفلين، يعني طفلين وعنده طفلين طفل وعنده طفلين تقريبا خمس سنوات أو ست سنوات وطفل ست شهور زي ما حضرتك ذكرت. ست شهور ولم يظهر حتى الآن، يعني احنا حاولنا ندور عليه عشان نتكلم معاه أو نسجل معاه، طبعا ما قدرناش نتواصل ليه، وممكن يكون حاليا بيستجوب في الاجهزه الامنيه، ممكن يكون نجاش برضه محدش يعرف بسبب الخلاف بينه وبين زوجته، لسه ما نقدرش نحدد. لكن هي جريمه بشعه بكل المقاييس، اثرت في الشارع السوهاجي بشكل كبير، مش في مركز العصيرات فقط ولكن في كل انحاء محافظه سوهاج، خاصه ان الواقعه كانت في وقت متاخر من الليل والاهالي استيقظوا الصبح على الاخبار دي. حتى واحنا بنعمل بثنا المباشر الناس كانت بتستغرب ايه الخبر الصعب اللي بيتبث بدري ده بالشكل ده، وايه بشعة الجريمة اللي بتحصل وحصلت ازاي. ده المشهد العام. علاقة الأسرة يعني كانت ايه بالناس في القرية، الأهل حواليهم، الجيران في الشارع؟ علاقة طيبة جدا، هم أسرة فقيرة، راجل مسن وسيدة مسنة، ومعروف طبعا هنا في الصعيد ان المسنين دايما لهم كل الاحترام والتقدير من بالإضافة كمان ان والد هذا الشاب بيعمل في دفن الموتى، معروف يعني لدى الجميع ولده علاقات طيبه بكل من هو متواجد في المكان. بالتاكيد. استاذ محمود، اخيرا ايه المنتظر خلال الايام اللي جايه في التحقيقات او يعني ما سوف يقع على الجاني؟ المنتظر طبعا طبقا لتحقيقات النيابه العامه هتقوم باستجواب الجاني، هيتم تمثيل اعاده تمثيل الجريمه مره اخرى بمكان الجريمه، بعدها هيتم اتخاذ القرار اللازم طبعا
هيكون طبعا طبقا للقانون وطبقا لما تراه النيابه العامه، هو حبس المذكور طبعا طبقا لما هو متعارف عليه. بعدها هيتم اتخاذ كافه الاجراءات بقى القانونيه من تجديد الحبس بعد ذلك وهكذا. لكن احنا مش عايزين نسبق الاحداث، هذه هي قرارات منصوص عليها في القانون يتم اتخاذها واتباعها طبقا للنيابه العامه، وهي الجهه الوحيده المخوله والمنوطه بها اصدار مثل هذه القرارات. لكن قبل ما نختم نعزم مره ثانيه اهالي العصيرات في سوهاج، هو تحديدا نجع او قريه اولاد حمزه، ونعزي ونتمنى الرحمه للضحايا، وربنا يخبر الجميع هنا في هذا المركز. امين يا رب العالمين. انا بشكرك زميلنا استاذ محمود مقبول مراسلنا من محافظه سوهاج على هذه المتابعه، شكرا ليك. شكرا، وسنستمر معكم متابعينا في التواصل لمعرفه كل ما يستجد حول هذه الجريمه. بشكركم على طيب المتابعه والى اللقاء.